تنفيذ مشروعات قومية مهمة تساهم في الارتقاء بجودة معيشة المصريين، هذا ما أكدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتطهير إحدى قطع الأراضي المخصصة لمحطة الضبع النووية، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع بتطهير الساحل الشمالي الغربي من الألغام ومخلفات الحروب بهدف توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى استعداد الوزارة التام لبذل الجهود اللازمة في مجال العمل المضاد للألغام لضخ استثمارات جديدة ما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية وأولوياتها. على